بسم الله الرحمن الرحيم. لا عيب كاني فصاحتي كلام شج عيبون يا كميان تنافري كلمات رو بصورة اجتماع يعني كان ضعفي تأليف بو باشا وداني كان تعقيدي لفظي بو كان تعقيدي معنوي بو اما امشوار بنا باس كذو يسأوي كما وتوبرن كثرة تكرار تتابع إضافاته ويرد في الجمع الخامس كثرة التكرار كثرة تكرار كمنزول كثرة لدى ما فوق واحدة مثلا أجر شنك أجر إيه من ذكر شيء بكين بوباريد وما تتكرار يعني مخشد ورا ذكر ولا أجر بوباريد وما يعني مثلا وجود شيء ككيب السراء أبدا كثرة تكرار كون اللفظ الواحد اسما كان او فعلا او حرفان باشا وسواء كان الاسم ظاهرا او ضميرا تعدد مره بعد اخرى بغير فائده كسر تكرار بوني يقلب زجاج اذا لفظ كاسم بفعل بحرف واجر اسم بو اسم ظاهر بيا ضمير به اما تعدد تعددي فياكر به مره بعد اخرى جرد وايجاد ببي فائده هنا اجر فائده كبير خيناك وقال إني وأسطار سطرنا سترا لقائل يا نصر نصر نصرة إني براسي من سوين بو أسطار أسطار جمع سطر يعني خط واني القانون والقلم ما يسطرون سوين بو أسطار يعني بو خطوتاني كسطرنا سترا كنوسراونا وبخد بخد نوسراونا وباشا لقائل من جوينديم جويندي أعمل بذم يا نصرو بعمل نصرة كم كان الكابلا هيك يا نصرو نصر النصرة متوجبين إيه ثم مثلا لوا تكرار بونوي لغة سطر لسي شوينا لا أستار ولا سطرنا ولا سطرنا ليش تكرار بونوي لفظي نصر بوسي جار أعمل بيوي أما جارك كثرة تكرارك تزنى فصيح متوجبون أم جاء مثلا نوعي في علتو بيني تكرار وكي نقهر أو دعنا وفو أمره أقل أنيل أقطع أجمل علي سلي أعيد زيد هش بش يا بش تفضل أدين سر صيل شاكا أقل لإقالو دي يعني لقيلو أو أنو دي أقل يعني لغزشم قبولك لا حلا 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 كم قبول كواتل لا حلا بنبولة لا حلا لا حلا بنبولة متوجبين أني يعني بخشن دجيم نائلم ك بخشن دجيم لقلاب ك باشا أقطع يعني بشم بو معين ك يعني قطعية كم بو جاكرو إيسا غلب يا هرشي بي قطع بندي شن اقطعها بمعنى دابرين يعني مثلا لقد عين زي وش تيجي دابري أو تأو أو إيش دواتي عادي بلان فرق على ما نك من جديد مولك الله يجنا قريت هو من بزوك خم في مويه وايا أقطع يعني قطعية كم بوجيع كرو قبر قطعة بنديك يعني مثلا قطعة زمين بني حالي أجمل سواري جمال يا كم كا جمال يعني وشتر متواجبين بابا علي علي لعلوة ودي بابي تفعيل كيتي وقصة اللي وايا يعني بمبسروا واتب لو بايام بيبدا سلي ضل خوشمك لسلا ودي تسليتي شلو ما عديها كمانا ضل خوشي دانوي كسيكا كسيكي لمرد دي باشا سلي يعني ضل خوشم دوا أعيد عام بيوتي أنا كلاقل كدم هر جاري نبي أعيد إعادي كوا حالبي جار نجاري لقل ما بسر من كوا ها نعونيتي زيد لا اعيد هاتي برضه اعيد هاتي اعيد هاتي زيد بوم زيادك نقبل جاري دوا مش بمعنى جاري اول مديتي وكم يا كم تريكي بوم زورك وايا خش باشا وقلاي دار داش وري بسرمه يعني هربوا علينا بسرمه اخر ليوان بنزلي خم شاكي معناه نكرته معناه خش اجي نوني حضرتي موسى سلام الله عليه وسلم على اهش بها على غنمي
يعني أو يعني كي دا أوريانم قلا دا أوريانم بس الحيوان كاريو قلاي دار شون دا أوري بس الحيوان أجر تو بدارين بيكتي تخوارو أعوى خير وبخشش دا أوري نبسرمة حالبي كواته وشة يعني خير دا أوري نبسرمة بشة يعني روخوش بيدا قلمانا بشاش با شين روخوشي حالبي تفضل باشا فضل من لقلك يعني بخشن لقي من لقلك قوري من لقلك يعني لطف من لقلك شاكا أدين أنا يا أدني 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 دنا يدنوا كنقضي كيب ولا بابي إفعال بيت أدنى أدنى يدني أمركي تدني بيت أدين أدني أدني يعني نزيك مكروة باشا نزيك مكروة سرة شادمان مك مسرور مك صل باشا يعني صلي وصل مك بخوته يعني صلة بجيبين لك الله صلة رحم بجيبين لك الله شاكا ليس أمهم أمره ناوى أما تكراره هنيا يا باشا بحري شيء شعرك بحرك هنا نسيوا ما بيبي نسيوا وش يوم كتابته أيه وداني ترى وين نسيوا ها أود أنا أود كوا أنا أو كيف الجواب على بيتر؟ بيتر ماشي. عليه. فزي سكاني لبر أو تكراري أمرانا أويا. أما أو. أم جارد واي أوا. وكقولي أبي تمام في المديح. عليك كأنه في اجتماع الروح فيه له. في كل جارحة من جسمه الروح كأنه لا اجتماع الروح لوام لما كالروح لا لأوى كوبوة وشقري قلتوا لبو أو هي لهر جارحيك يعني لهر بليك يا لهر دسيك يا لهر قاشك يا لجسمي خوي روحك يعني وأحساسك هيك هل تنيا روحك ينيه إنسانا هر جارحيك أو داني روحك يا هي. إذا تكرار الضمير تياه تكرار الروح تياه تماشاك فيه له جسمه هو بيش تكرار الضمير يتر إن جدوية أول وتواب السادس تتابع الإضافات يعني مثلا شند أنا مضاف إليه بدوية كابل وكشي أو الشيء تتابع الإضافات كون الاسم مضافا إضافة متداخلة غالبا أو هيك اسم إضافة كريك بدوية كا بإضافة تودرتو باشا أم بو مثلا دعني بيتا مزاف أو أولاك دو مكا هم مزاف هم مزاف لهيبي بعد أن سوى مكا هم مزاف هم مزاف لهيبي أو كقول ابن بابك أو كقول ابن بابك لقلك وترق ساك علي حمامة جرعى حومة الجندل اسجعي فأنتي بمرأة من سعادة ومسمحي جرعى يعني شواني زبران يعني شواني برد بردار وزاخر وأمانة أو كوتري زبراني دورو بري جندل جندل مثل ناوي مكان يقبه يا هر جندلي منا تختبر دي قوريه باشا باوي كواتا كوتري زبراني دورو بري جندل اسجعي يعني آواز بخوينه جا كوتريك اگر فرسي بوشي آواز بخوينه مش عمي شون نايخويني فأنتي بمرأة من سعادة ومسمعي تولى موقعك قرار قرتوها هاي لما رأوا مسمعي سعادة يعني سعاد خانم همدد بينيه هم جويلة دمتوية جا اقر اعيسا نخويني كسعادة ادبينيه جويلة دمتوية كي اخويني جا شون كابرا قولاني بزانيه باشا سعاد جويلية بقريه وام جارا شاوشي تيرو بشو قولاني ناوي كبابي بيوي وانيه إذا حمام مزابلة جرعة مزابلية جرعة مزابلية حوم حوم مزابلية حوم مزابلية جندل مزابلية أو تتابع إضافاتك يعني وملخص القولي خلاصة قول أمين إن فصاحة الكلام يعني أن فصاحة الكلام تكون بخلوه من تنافر كلماته أب ما نابي يعني فصاحة كلام دي تدي بخاربوني كلامك لتنافر أو كلماتك كلامك لتشكيل بوا ومن ضعف تأليفه لضعف تأليفه وتعخيل معناه لا تأخير معنويش ومن وضع ألفاظه في غير المواضع اللائقة بها وهروها أبين لوش خالي بك ألفاظ كان لشواني لايق بخوانا دانا نريابات لغير شواني لايق بخوانا دانا نريابات متواجبين
جدي الان بس الناينا وتطبيق وان لو اكاعة تطبيق نية اما شي في اوان تمرين اميشا او جوان بلاغة كي داود دكوا ايان نفي داود نقل لك بابا الان هذا غير المعروف بين العيوب التي اخلت بفصاحة الكلام فيما يأتي بياني او عيبان ابكى كزلري بفصاحة الكلام قياندوها لما يأتي ده مثلا لك الخير غيري رام من غيرك الغنى وغيري بغير اللاذقية لاحق لك الخير خير هربو توي يعني خوا خير بنوسي عوا لك الخير يعني خير بوتو يعني خوا خير بنسيبك غيري يعني غيري من رام من غيرك الغنى قصدي غناي لغير توهية رام يعني قصد واتا غناي لغير تويستوا حاربين ويعني لغير تويستوا بدولة من ديوبة بين يازبقى أما وغيري ولغيري من نبلاشو بغير اللاذقية لاحقوا بغير اللاذقية كان ولا حقبوا يعني كمن بلاذقية ما مواد يعني من دو حقي لاذقية باشا لاذقية تايفيكن من غيري من بغيري واني سل لا كلمة غيري تكراره كردوها تنافري كلمات دروز بوا ليلة بتواجبين يعني كثرة تكراري تيها ليلة حالي بك أبيان أمجال وزور من كان له زائر وعافع في العرف عرفانه أزاني وما نخلندو قبلا آية وكثرة تكرار عيش تكراري حرفة مثلا تنافري كلمات تيها تنافري حروف تيها أنا يكون أبا البرايا آدم وأبوك وثقلاني أنت محمد أما ديالا وكو جفخد وايا فلما أقول جفخد ولا يجفخون بهذهم حاربين بابن أما وكو وايا يعني تيكو تيكو أذا يقول لك يتي شبه ناوي مدحي كابرا ناوي محمد قالك يتي بابا بتنيا تخد بتنيا إنس جنيشي بتنيا إنس جني يعني هرشي خور روشتي باشي إنس جني آلتوها جاء علي من تعجبكم خلق بآدم عليه أبو البرايا يعني باوكي همو برية باوكي همو خلق واحد كتشي لولا ولا تو تير فكرم تو بتنيا خود هم جني هم إنسي دي أجر آدم باوكي بشر بيه باوكي همو بشر بيه تو خوش خود بشريكي ناكري باوكي تو بيه شن تو هم جنوكي هم إنساني حالي بيه همو يعني تيايا قالك يتي بلين يعني تو بدر لأولادي آدمي لسخاوت من ديو قورية اي تلو سيوتي او نمبالغة كا ويك روتا شعرك اي خوي توجبين اوهيك علي ان يكون ابا البرايا آدمون باشا انا يكون انا يكون ابا يعني انا يكون آدم ابا البرايا آدم لكوي ابو البرايا ابي لحالك وأنت الثقلاني وأبوك كل محمد نج محمد وأبوك محمد حارة حارب وتوبة ناخو الثقلاني وكتو محمد كواتا أبي باباوكي توب من أبو البرايا شاكا شنك توبة ناخو اسم جني لا أبا آدم بيش يعني باوكي تو كرك يبوها ككرقي هم عالمها باوكي توش ناوي محمد حارب إيسا كانت ما شاكا أما ضعف تأليفك يا أو أبوك محمد لفنايا كان أم أنت لفي السقل وأنت الثقلان باشا أم جاء مش آدم كذا بالحال أنا بغن ولا خيناك ما أن يكون أبا البرايا آدم بغن ولا اسمك دوا خبرك كوت وخيناك ما جائز لنحوه برام خو جائزني مثلا تقول أنا وأبوك محمد لولا ومثلا هاتي جملة كسر بيني أم لو خبرك وثقلان أنت يا أو شو بشبر زيه وأشابه أنت الثقلاني أو حاربين ومن جاهل بي وهو يجهل جهله ويجهل علمي أنه بي جاهل أو شاهد من بي أو من كي يجاهل بمن بي وهو يجهل جهله حاربين خوشي جاهل بجهلك خوشي بي جاهل بمنه يعني من ناسي جاهل بجهلك خوشي ديك من ناسيه ويجهل علمي أنه بجاهل حاربي وجهلي بعلمي من هياك من بومزاني وجاهل جاهل بمنه وجهلي شي بعلمك من هيا حاربي كمن بوم بجهلي أومزاني
بجهلي أو بخون زانيوا إيساء كلمة متكرر كلمة جهلة أو ديالة كثرة تكراري تيايو تنافري كلمة دروز بوا وانيا أم جارة وقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا قلاقل هم كلهن قلاقل الهم الذي قلقل الحشا يعني من بريشان حالم بوخفتي هم يعني خفت هم خفت بو خفتيك قلقل الحشا كدروني هجان دوا يعني دروني خفت استرابنا راحتي باشا يعني كواتا من نقرانم يعني هجاوم بمليكا واتا بتواوي آلوز بوم بشي آلوز بوم بأو خمو خفتي يا بو درداني كدروني آلوزان دوا دروني هجاندوا كأوخم خفتي منيشة شيئا قلاقي لهم يعني قلقلت قلاقي لهم أمن قلقلم هي بقلاقي لهم يعني مثلا خم خفتك من قلقليا واتن نقرانية بنقرانية كلخفت وفيا عبي حاربين كهمو أو هماني منها ما كلهن قلاقي له تواري او اي او خمو خفتانيك منها ما قشتي قلاقيلة يعني هموي نقراني هاينا ودارونا زين امش الواي نوسيا كده وش يعني براي اري قلاقيلة عيسي اري راسكي او عيسي انا وكواتا اري همك اشتباعي قلاقيلة عيسي كلهن قلاقيلة او يعني او قلقلت بالهمي واتمن آوازم ببونی یا پریشانم پریشانی باشه تا آوازی پریشانم بو خمو خفتی که درونی هجاندوه چاکه جا او پریشانی منه وک پریشانی کانی وشترگل یگوایه که او وشترانه صفت انوابه کلوهن قلاقلو گشتیان قلاقل بن یعنی گشتیان پریشان حال بن یا گشتیان لحالی حرکتو تقريبا لسر حالتي غير عادي بن يعني لحالي راكر دنو استرابو سرقشتقيا بن آوة متواجبين بلكواتا أو اشتباهة قلاقل همينية بلكو قلاقل عيس كلهن قلاقل آوة اشكالا يا اخو إذا أول جارة تكرارية أو قلقل أو تنافري حروف جديدة تنافري كلمات جديدة أمشي دبالا ضع في تأليفه وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه باشا فرزق مدحي إبراهيم كر إسماعيل أكا أم إبراهيم كر إسماعيل خالوي هشام كر عبد الملك حاضر يعني وما مثله في الناس حي يقاربه يعني يشابه إلا أصلي هناك أصلي مثنك يعني أصلي هناك أبا بشوية بل لا أصلا با معناه كينوا وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه يعني بل أري أصلا كيلي وهنا أمت أني هنا بل وما مثله في الناس حي يعني مثلي أولنا وخلقا حي جنية حاربي كحي كيواك يقاربه كشان بعد شاني خويلي نزيك وكا وما مثله في الناس حي أو حيك بدل مثلك يعني وما حي مثله في الناس آوة يعني هج أحد يقول لنا وخلقانية مثلي أو بيو لنا وخلقانية مقر مملكك مملك يعني فادشا
كصفتي او مملكة وايا ابو امه ابوه حاربي يا ابوه ابو امه كباوكي او مملكة شاكا نا اجازة كباوكي دايكي مملكة كا باوكي دايكي كا ابيت اباوكي او مملكة شن مملكة فهذا شاكا خالوي هشام وايا خالينا ممدوحك او اي كما دحمان كذا كيا خالويتي مملكة كيا هشام إيسا أم خالوي هشامي مدح كردوا أما إلا مملكا مقر مملكي كهشامي كري عبد الملك هشامك كباوكي أو هش باوكي دايكي هشام أيسا تو خالوت لنا زرقرا باوكي دايكت باوكي خالوتا أو الحالبي هركز واي همو كسي باوكي دايكي باوكي خالوتي إلا مملكي أجنبي كباوكي دايكي باوكي أو كباوكي دايكي أو مملكة باوكي ممدوح حكايه باوكي او نفره متواجبين لي فاز عندي راتشي كراوة لأصلا مستثنى بسر مستثنى من هو بيش خراوة متواجبين مثلا كوان مستثنى من هو إلا مملكا أبو أمه حي يعني أو حينا مستثنى من هو تيجي فاتم مستثنى بسر مستثنى من هو بيش خراوة وفصل بين مثل وحي فاصل إيجاد ولا بين حيك ولا بين مثلك وما مثله حي آوى حالبي لحالك أو مثل حي بدل مبدل منه وهل وهو بين أبو أمه وأبوه يعني لبين أبو أمه مثلا ما شاك أبو أمه أبوه أخو بتاو خبرا حي ما نكلوبه فاصلا أيوة باشا أم جارة لبين حي يقاربه حي يقاربه لحالك وأن النعت منعوت يعني وما مثله في الناس يعني وما مثله حي يقاربه في الناس إلا مملكا أو جدته وهما نعت ومنعوت ولا يفصل بين كل منها بأجنبك وتنابل أعم جورشتانا شد قالك متلازم كبأجنبينا لفاصلة لبيننا به يعني وليس مثل إبراهيم في الناس أحد وليس مثل إبراهيم في الناس أحد يشبهه في الفضائل إلا ابن أخته ابن أختك كأوجه شام فضمير أمه عائد على المملك وضمير أبوه عائد على إبراهيم الخال وهيك كهذا خلاوة المعنى نكردوه متواجبي كافي قال لوا كواتل لوا أصلي هنا كي يعني أصلي أو تأويلي دقيق بينها توابين أو هنا ين يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه آوايا لأصلا آية وما مثله في الناس حي يقاربه إلا إذن أوشن إلا إلى دواويا أو ما عملناك باشا يعني مثلي أو لنا وخلقا حي جنية يعني وما حي يقاربه أو في الناس إلا مملكا مثلي أو كصفة مثلك ولنا وخلقا به حيك كبدل بري مثلك يا نية كشان بالا شاني نزيكي أو كا مقر مملكة كصفة مملكة أبو أمه أبوه كواتل إيوات شكرا و لبيني ها حيك لكيو مثلك لكيو أوها مفاصلة إجاب كوا لبيني بدلهم بدل مياه كمثل هو حيونا أما عيبك ودواي أو عيبك كتير مستثناك إلا مملكنا بسر مستثنى منها كحيونا فيش كوتوا حيونا فاصلة كوتوا بين صفة موصوف كحيونا ويقاربها بأبوه فاصلة كوتوا بين مبدأ وخبر بأبو أمه بحيونك كلبيني أبو أمه أبوها كعقرا ينقصوا هم أمانة فاصلوا عيبها لكن كلو شعر أحد حابدك أبيا شعري بعدين إلى ملك ما أمه من محارب ما أمه من محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهر وكو أبرا مثلا كابلا لي ترسيب وكو يأتي أبشر الله إلى ملك يعني أذهب إلى أشم ولا يفاد شاية ما أمه من محارب أبوه باشا ما أمه من محارب
بابا أبوه شكلكي شنو بشكلكي شكوي زاهدة كيفيني بابا ما أبوه من محام إلى ملك ما أمه من محارب بابا أبوه إلى ملك أبوه ما أمه من محارب أشار بعض شيء مثلا إلى ملك ما أمه من محارب أبوه أو أبوه آل راية ولا يفعل شيء كشيم كأبوه يعني باوكي أو فادشا ما أمه من محارب أبوه يعني أو هي أمه أبو أو أبوها شيته أشم ولا يفادشايك كصفتي فادشا كواية أبوه باوكي أو فادشا ما أمه من محارب دايكي لقبيلة محاربنية أداي أدايكي أو باوكا بولاي فادشا يا كشم كباوكي باوكي أو فادشا أبوه باوكي أو فادشا عام صفتيها يا حالبي أمي أو باوكا لقبيلة محاربنية ولا كانت كليب تصاهر باشا وديانا تايفي كليبيش مصاهريان لقل ما كردوا يعني شنو شنو خازيان لقل ما كردوا خلاص أم يعني لقل كليب ولقل محارب بينني أو يريد إلى ملك أبوه ليس أمه من محارب أي ما أمه منهم ذلك اللوان أما أول ليس إلا كيا علي همام سيفه دون عرضه مسلول أو شبه ليس إلا إياك أي علي غير تو همام يقنية همام يعني قوريك كشمشيركي لسر ناموس وأبر الخوي مسلول بلك يلعند الهاتون بيت يعني بوشان كشمشيركي باشا أولي بقى خلاف قياس سر فكريا إلا كعشا إلا إياك بواي حالبين كشكوكي أويا لا أصلا أويا يا علي ليس همام إلا ك أبيش أقول إلا إياك به دي مش اشتباه نسوي تشكوي صحيح كيوايا إلا كعشا اشتباه سيفه مسلول دون حظه حالبين سيفكي مسلول أما تقديم وتأخير تيايا لقل أواشا أو إلا كشهر خلاف أما أو نعم شوارك فيه لعف تأليف حيث وضع الضمير المتصل بعد إلا حق أوه وحقه وضع المنفصل شنو أبي أما لدواي إلا والضمير منفصل لأن النجم متصل أو هاتون متصل دانا أبدأ إماري قبل الذكر كثى حلمه ذا الحلمي أثواب سؤدد ورقى نداه ذا الندى في ذر المجد يعني حلمي فلان كاس أو حلميك أو هيتي نه حلمي ذا الحلم ذا الحلم يعني كسيك حليمة داري حلمة حلمي ذا الحلم أسوابي يعني لباسي قوري كرد ببر ذا الحلمة كها واتار كذيك حليمة حلمكي لباسي قوري كرد ببريا متواجبين ورقى نداه ذا الندى وهلكت كذا الندى يعني داري بخششها ندى كي بخششها كي أو بردتها سلو زندا يعني ساحب بخشي بريت سره في ذر المجدي باشا جيانيته لوتك كاني مجدو جوري يعني قلب وفي مجدو جوري أو نح وادع حارب تاجيا إذا قال أو كسا حلمه ديار أشوته كسا ذا الحلم حلمه ليش الرقة زندا نداه أو إماري قبل الذكر تيايا أما إيش دوبارة هيك كلوش على نك تخفي متأخري زوري كيايا كعليشي كمن من يهتدي في الفعل ما لا يهتدي في القول حتى يفعل الشعراء كأما ديارة أشي إنبلا وأصلكي بيري مثلا الشيوي صحيح كي شو نعوى أما من يهتدي في الفعل ما لا يهتدي الشعراء في القول حتى من يهتدي في الفعل أو كسي أوتو أمني أما سلي فرسين كي باشا أو إذا جواب عليه أو كسباشك يهتدي في الفعل كسردر أكال كردنا أمني من يهتدي في الفعل سردر أكابوه كردن حالبي بأن زيك يواسردر شو كما لا يهتدي الشعراء لا يهتديه الشعراء يعني في بشتي وأوا بفعل بكردوا كالشعراء بقس زفري تنابا آخر شعراء بقصد فرق بشي عجائب من في القول حتى يفعل تام كارقنك متواجبون أبي أم كاربك كارك أول مهمة أم جاء أوان بقول زفري في أول أو
لا تقديم وتأخير تيايا، مثلا من يهتدي في الفعل ما لا يهتدي في القول، أو الشعراء أو كلا آخر قال لي قلتوا مثلا أبيت فاعل يهتدي شاكا ما لا يهتديه الشعراء في القول حتى يفعل، حتى يفعل كف مثلا أويش بو هل بو أمنا كعشته أويش أو أنا شنك تيقل تيقل كردوا فاصل كي أجاب كردوا قران معني أكله باعتي تعقيدي معنوي بو يا رين تعقيدي لفزيت يا عيال دوايا جزا بنوه أمزولك هكذا فيما بيسين دينا